يشك اتبه هيت فلن توري وين توالت شرط نور مكار خامث الحسن يا جنتار فاروكار ابراهيم باوش غدورني توغمار واشتكن اغيت توغوم ساقار وسكراد نتخيم تحسانيت ام ساقار السيم غورن تيسي تسنا تصحراويت غسوس الهدف من حيقات هو ان استحضار التراث الثقافي الحساني من خلال مجموعه من الفقرات متنوعه بوريضه المعارض المتاحف الى غير ذلك كله تغايد علاش باش تمقر الاعيان الشيوخ افراد القبائل كله غينا لان دائما نقايان يعني تغردين الملك الملك محمد السادس التنصر ربي يعزوه مدنا اللي ساهم غير خيرات تنشكر التنصر الحربية تنشكر 100% نقايت مات نحبو قرات كل شيء زود القبائل زود ولاد بو عشرة زود ايتوسا زود ايت ابراهيم زود تركز زود كريكات نكري ان تحبو قرات المقارنة خيام تحسانيت إيجازمز مغتوس كان توقت نيرمودن إزلين ستوسنة ميورين نفوس المغرب غصاد نفا الانطلاقة الملتقيات ملتقى الخيمة الحسانية الدورة الثالثة يعني جاينا المقاري بهري فولكين يعني قيس مجموعة ديال المعارض قيس داح مجموعة يعني ديال الأنشطة ديال الفقرات اللي تهمان جميع شرائح المجتمع اللي تمتاز يعني الملتقيات ديال توقوت المسائل اللي كان يعني تراث لأهل الصحراء أمسا قرنت خيام تحسانيت اسمون قرتوس نادو السمغر مكلي قسم لان إمغار نتقبيل انت صحراويين تيري مقرنوسين اتمازير النخ